هنا معبر رفح الذي شغل العالم كله. معبر رفح جاء لكي يسهل الحركة وأن يحول وظيفة الحد السياسي من وظيفة الفصل إلى وظيفة الوصل. أنا بستغرب حجم التزييف في الحقائق اللي بيتم وكأنه في محاولات لخلق شرخ ما بين أهل غزة ومصر. أرادوا النيل من الدور المصري، ولكن كما نقول بالمثل العربي الشمس لا تغطى بغربال. الشاهد الحي على قصص النازحين وحكايات العابرين. لم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا. الناس كانت محترمة، الناس تعاملهم جيد. مصر بحسها مش أم فلسطين أم العرب كله. أنا هون في مصر بديت أعيش. تاريخ مخضب بالدماء للحفاظ على فلسطين أرضا وشعبا. سنجد في التاريخ أن رفح تمثل في العقيدة العسكرية المصرية هي خط الدفاع الأول من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية. وموقف مصري صلب لفك الحصار ومواجهة خطط التهجير. التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر. معبر رفح قريبا على الوثائقية.